بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرتنا على نظام تشغيل ويندوز. قلنا على التاسك بار اللي هو شريط المهام وما يحتوي. نرجع على التاسك بار عن ستارت مينيو، ونقدر قلنا هاي بالتوب احنا مخلينا التاسك بار، نقدر نخلي البوتوم يعني جوه، نقدر الملفات المشابهة أيضا يعني ندمجهن، يعني مثلا ملفات وورد ملفات اكسل سوية بقونة واحدة، أو لا نيفر كومباين. أيضا عندنا يعني هواي خواص، مثلا الأوتو هيدن ذا تاسك بار ممكن يختفي أوتو، يوز سمول ايكونز يستخدم يعني صغيره، نوافذ صغيره. يعني هسه الاوتو لو جربناه وقلنا له ابلاي او اوكي، راح تلاحظ بين شريط المهام جاي يختفي ويظهر منه احرك عليه المؤشر. اقدر اراجع ايضا، ارجع للتاسك بار اند ستارت مينيو واوخر هذا العلامه الصح واقول اوكي، راح يرجع ويبقى ظاهر دائما. فهواي مزايا نقدر نستعملها من التاسك بار اند ستارت مينيو اند ستارت مينيو. يعني عندنا ايضا شيء مهم يعني بالويندوز، ولو يعني اكثر الناس يعرفون، اللي هو المفاتيح الرئيسية بالويندوز اللي هنا الإغلاق، هذا علامة الإكس، والماكسمايز التكبير، والمينيمايز اللي هي التصغير، أو وضعها بالتاسك بار، وضعها بالتاسك بار ممكن. فذن المفاتيح يعني مهمة عندنا. نلاحظ بأنه لو ضغطنا على يعني النوافذ، لو مفتوحة عندنا هواي نوافذ بالويندوز، وضغطنا على تاب وعلامة الويندوز من لوحة المفاتيح، تاب وعلامة الويندوز، راح تتحول هذه النوافذ، تحول هذه النوافذ إلى ثلاثية الأبعاد، إلى ثلاثية الأبعاد. وممكن أنت يعني تروح تستعرضها يعني واحدة واحدة تقدر. ايضا عندنا خاصيه مهمه جدا اللي هي خاصيه الايروشيك. الايروشيك شنو هي؟ مثلا اني هواي نوافذ مفتوحه هسه عندي، واريد بس هاي النافذه تبقى، هاي هوسه مسببت المشكله. فاضغط على شريط العنوان للنافذه هذه بالمفتاح الايسر، المفتاح الايسر للماوس، وابدا احرك الماوس على النوافذ المفتوحه، راح تبقى فقط النافذة اللي أني مركز عليها وأريدها تبقى بالنوافذ. عندنا أيضا البريفيو، العرض مع النوافذ أو بداخل النافذة. مثلا أني أريد أعرض الملفات مالتي على شكل على شكل أكسترا لارج، يعني ضخمة جدا، أو large icons يعني كبيرة، medium ممكن، small أيضا، عبارة عن list يعني قائمة، أيضا عندي details يعني في المعلومات مثل يعني date modified اللي هي آخر تحديث، ال type size الحجم الإلكتروني إلها، حسب ال type، حسب ال content إذا هي يعني بي content معين للفولدرات أو غيرها. ننتقل إلى شيء مهم بالويندوز اللي هو معرفة مزايا الويندوز، يعني إيش قد الرام، إيش قد الهارد، يا ويندوز منصب، شو اسم هاي الحاسبة، وهاي مزايا نقدر نعرف. هذا نقدر نعرفه من خلال ضغط مفتاح الويندوز، علامة المايكروسوفت الموجودة بلوحة المفاتيح، مع حرف الآر، مع حرف الآر باللغة الإنجليزية. تنفتح هاي النافذة اللي هي الران، طبعا حرف الار يعني ران، فنكتب بها دي اكس، دي اكس دياك، دي اكس دياك، نقول اوكي.
راح تنفتح نافذة هسه تطلع بيها كل خواص الحاسبة. مثلا السيستم، شو يريد بالسيستم؟ اولا ايش وقت من الصب او تحديث له، كورنت يعني الحال، العفو الوقت الحالي، اسم الحاسبه، الويندوز المنصب يا ويندوز 64 لو 32، اللغه، الصناعه، الموديل، البايوز، البروسر ايش قد، اي 5 هذه، الميموري ايش قد، الرام يعني هاي الرام، وهكذا الديسبلاي اللي هي الشاشه قد يعني، ايضا مواصفات الساوند، الانبوت يعني مثل الكيبورد والماوس وغيره. فهاي الميزات تظهر بهالطريقة، هاي نعيدها اللي هي علامة الويندوز المايكروسوفت مع حرف الار، ونكتب دي اكس دياك، فتظهر كل خواص الحاسبة اللي يريد نظهرها. ننتقل الى موضوع المكتبة، وانشاء مكتبة، إنشاء مكتبة طبعا جدا سهل. هو نفتح الماي كمبيوتر مثلا، لاحظ على الجهة اليسار أو اليمين حسب اتجاه الحاسبة لايبراريز، نضغط عليها لايبراريز ونقول له نيو لايبراري. نيو لايبراري يصير عندك مثل الدوكيومنت، مثل البيكتشر، مثل غيرها، ونسميها تسمية مثلا بوكس. يصير عندك هذه انكلود داخل فولدر معين، تخليها تريد تعيفها هيك كيف انكلود فد شيء يعني ايش تحتوي هاي. فتقدر تسوي مكتبة خاصة بيك، مكتبة خاصة بيك. التول بارز، وين ومنين يظهر بالويندوز؟